أول خبر معانا بمتابعة كده لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للقاهرة النهاردة، ودي بتعتبر أول زيارة لوزير الخارجية الأمريكي بعدما تقلد حقيبة الخارجية في الحكومة الأمريكية. النهاردة هيستقبله السفير سامح شكري وزير الخارجية، وهيشهد اللقاء عقد مباحثات ومناقشة لعدد من القضايا خاصة في إطار التعاون الدولي، أبرزها الأحداث الأخيرة بالأراضي الفلسطينية وتطورات تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي. أيضا هتشمل المباحثات بين الوزيرين المصري والأمريكي أزمة سد النهضة والتوصل لاتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة.